من أكثر وأكبر العمليات البشعة واللي سجلها بتاريخ الحروب هو هذا الحادث. هذا معمل استخدمه عصابات داعش لمعمل تفخيخ الطيارات الدولية. التحالف الدولي قصف هذا المكان، ولكن كان يعني الطائرة لا تعلم أن هذا مكان كبير بالسيفور والمواد المفخخة، بحيث انفجر هذا المكان أدى لكارثة وحريق كبير بكل هذه المنطقة، ووصل من الحويجة حتى كركوك أثر الضربة. مات تقريبا أكثر من 500 شخص، أكثر من 500 شهيد، وما بين شهيد وجريح. تدرون بهذه الحادثة شنو اللي خسرناه بهذا المكان تحديدا؟ خسرنا مطحنة، وخسرنا دائرة الأطفاء، وخسرنا كل المعامل الثلج بهذا المكان، وخسرنا دائرة كهرباء الحويجة الرئيسي. هذا دائرة، تعالوا نروح نشوفه. علما مشاهدينا الكرام، حتى هذه اللحظة الجثث متواجدة تحت هذه الأنقاض، لأن عملية الانفجار كانت صعبة جدا وقوية، وكان صعوبة خروج الجثمان من داخلها. تعالوا نشوفكم، تعالوا نشوف. تخيل، نعم كان اكو داعش، بس داعش استخدم هذه الاماكن الخدمية، واستخدم هذه الناس اللي مزدحمة بالسكان المدنيين العزل، استخدم معامل والتفخيخ وما شابه والتنظيم في داخل. هذا المكان طبعا هو كان محلات، وكان هذا السوق، هذا كان مطحنة، هاي المهدمة أمامكم، وكل هذه كلها محلات وبيوت، هذه كلها محلات وبيوت. يعتبر هذا المكان من الأماكن المهمة جدا اللي يترددها أبناء الحويجة، لأن بيها السوق والمتنزه قريب، محطة كهرباء، إطفاء، وهذا المعمل والأسواق، وبالإضافة إلى المحلات الصناعية
تصليح السيارات.